انزلي الله ورجع لكم يوم 12 معايا كده. هناخد النهارده نمط جديد، وقلت انا مش ههتم بكثافه الفيديو قد ما ههتم بالجوده. يعني هحط سؤال واحد نفهم افكاره ابرك من اربع خمس اسئله تايهين فيهم، وده هيبقى سيستمنا في الترم ده ان شاء الله في الفيديو باذن الله. فيلمه 12 houses, hotels and factories are examples of، يعني البيوت، الفنادق، المصانع نماذج لايه؟ اللي ضيع طلبه كتير في الاختياري ان ما عندهمش حاجه اسمها الكاتشر بورد او الكلمه الصياده. المفروض في كلمه بره الاقواس بتشاور لي على الكلمه اللي اختارها ما بين الاقواس. يعني هنا houses, hotels and factories are examples of sites manager، طبعا مانجر مدير مستبعده مع دول. سيتيز مدن مستبعده، تفضل المنافسه ما بين سايتس وبيلدينجز، وانا دارس ان هي سوشيال نتوركينج سايتس، واخد سايتس مواقع بناء، يبقى اكيد هي بيلدينجز. اروح كاتب الكلمه واحد سي بيلدينجز للمصحح، واسيب سطرين واخد الاختيار اللي بعده. ريح ورقه الاجابه، ما تكتبليش الست اختيارات اللي في الامتحان لازقين فوق ورا بعض كده وتسيب له بقيه الورقه فاضيه. حسن وتنظيم ورقه الاجابه لا يقل اهميه عن الماده الايه؟ العلميه. طيب if you are of something you are pleased because it's good. انا شايف انا بليزد مبسوط. طب يعني مش هينفع بقى معاها ولا تاير ولا ورد ولا مانيوال. هي براود، براود اوف، هي فخور بي، واخدها في اولى اعدادي كفكره تراكميه. عايزك توشوش الاختياري، وشوشه، جرب كلمه كلمه، واشوش الاختيارات، شوف مين اللي ينفع، فين الكاتشر بورد او الكلمه الصياده. The note is always the first to arrive in the office. كل طبعا الكتب الخارجيه مركزه على تشوز الفوكاب، رجعنا تاني لغو اللي تشوز الجرامر. ماشي، فحتى كل الكتب ايه مركزه على اللي تشوز الفوكاب. It's always the first to arrive in the office. مكتب، يبقى مش معقول فاكتوري مصنع ولا بروجكت مشروع ولا بيلدنج مبنى، مش كل دول مش هيوصلوا، دول غير عقل، يبقى مانجر المدير. وشوش الاختياري، يبقى مانجر. طيب work is often very tiring، متعب، مش حاجه اسمها ميدل work ولا فولينج work، هي مانوال work اللي هي العربيات المانوال والاوتوماتيك. طيب كندا از كول ان وينتر، سبيشال ولا براودلي ولا سبيشالي ولا هيستيريكال؟ هي سبيشالي، خصوصا كول. قلنا السؤال عن الطقس، وتبقى ويب لايك ات، وتبقى ويب لايك ات، وتبقى ويب لايك ات، وتبقى ويب لايك ات، محل الجو. طيب هات انتفاضة هيم نوت تو سويم ان ذا دينجرس سايد، بس اكيد حاجه خطيره، وقال له يبقى مش معقول كومبليت تكمل ولا فلت شعر ولا انفايتد، اكيد بيحذر، يبقى فورنت. طيب ليلى's mother here to learn، يبقى بتشجعها انها تتعلم، انكرت من الترم الاول. The manager asking me to tell him about my work. اكيد الشغل بتاعي ملوش علاقه بالاكزام، وطبعا اكسبيرمنت تجربه معمليه، واكسرسايز تمرين، مفيش حاجه اسمها ورك اكسرسايز او ورك اكسبيرينس، الخبره. طيب our school is not very old. It was built in 2005. Our school is not a very old, a very old building. اصل مش معقول المدرسه تبقى مترو ولا تيتشر ولا مانجر، هي بيلدينج. Not workers often have to wear boots and helmets. عمال وبوتس الجزم، سوري الشوز البوت ده، والهلمت الخوذات، يبقى اكيد ايه؟ مانيوال. اكيد كلمه ايه؟ مانيوال. ودي كانت اخر جمله. طبعا فكر في الجمله دي كهوم ورك. تلس انكل هيز فريندز تو هاف ا جلاس اوف جوس، يا ترى اوردر ولا انفايتد ولا سيب ولا مين؟ فكر انت فيها، انا مش هقول لك عليها. فكروا انتوا فيها. لحظه، عايزين نشوف مع بعض كده الاجابات. اهي بيلدنجز، وحط في الستور، ولو عايز تكتب انا بيلدنج زي ما تكتب سي اهي، اكد للمصحح يبقى سي بيلدنجز، اسيب سطرين واكتب براون، اسيب سطرين واكتب مانجر. خلي بالكم ان كل اختيار يبقى من درجتين، لان الامتحان يبقى من 60، لان الترم الثاني من 280، ومعاك ست اختيارات. ريح الاجابه، ريح الاجابه، بيلدنجز اسيب سطرين واكتب براون،
اسيب سطرين واكتب مانجر، اسيب سطرين واكتب مانجر، اسيب سطرين واكتب سبيشال، سطرين واكتب وورنينج، بعد كده انكارج اكسبيرينس بيلدينج، وهي 10 ايه؟ مانيوال. دي الاجابات. طيب دلوقتي في الدقيقه اللي فاضله دي هنستعرض برضك ايه الخبايا الاختياري، لان الاختيارات دلوقتي هو السيستم اللي جاي الام سي كيو، هتشوفوا التابلت في اولى ثانوي وثانيه ثانوي وثالثه ثانوي، امتحان السنه دي كله اختيارات. مش معنى كده ان انت في ثالثه اعدادي الامتحانات كله اختيارات، لا طبعا، انت رجعت للباراجراف ورجعت للباسج ورجعت للسيتويشن وللديالوج، ده مجرد نمط من انماط اسئله الامتحان. عشان في طلبه سالوني هو الامتحان هيبقى تشوز بردك؟ لا الامتحان مش هيبقى تشوز بردك، هيبقى جزء اللي تشوز ده تقييمي منه. ركزوا يا جماعه ان ممكن يجيب لي فكره تراكميه. في اليونت العاشر كان جايب لي بلاتفورم اللي هو رصيف سكه حديد، ممكن يجيب لي مثلا لو لقيت كلمه رول او ستريت احط انا كلمه بيفمنت اللي هو رصيف الارضي ده، فممكن يربط لي الفكره في ثانيه اعدادي. خلي بالكم ممكن يربط فكره في ثانيه اعدادي، بيفمنت وبلاتفورم، ماشي؟ دي حاجه. ممكن الاختيار يجي تراكمي في حاجه، درس زي الدرس ده بتاع المانيوال ورك. طب ممكن يجيب لي مثلا ماي كار از فيري اكسبنسيف، يا ترى هي مانيوال ولا اوتوماتيك؟ يحط لي حاجه من بره عادي خالص. توقع اي اختيار، توقع مش كل الاختيارات اللي انت واخد عليها. تمام كده؟ وشكرا، وارجو ان انتوا تلتزموا بتنظيم ورقه الادب.